احلى مغربيين احلى مغرب حبيبي يا جيل. ايه اه جاي من مصر. اسالني حاجه افهمها بس. ابو جبل ابو جبل و بنون وبن شرقي المغرب هيكسب 3-0 النهارده. اليوم بغينا نطراو بوان ان شاء الله وفي اللعب ديال الاهلي ما عجبناش وبغينا ان شاء الله في هاد الروت ولا غنحقوه النتيجة النتيجة اللي كنبغيو حنايا وديما مغرب. ان شاء الله هاد النهار هذا غادي نربحو بجوج لزيرو باذن الله. هاد النهار هذا غادي نضمنو وغادي تكون كتابة التاريخ بتأهلنا لكأس العالم ان شاء الله. كنتمناو اللاعبين يكونوا في اوج العطاء ديالهم وما تسالاش هاد المباراة هادي بشي انتكاسات تضاف الى النكسات السابقة وان شاء الله ما يكون الخير. فيف ماروك. جينا اليوم نشجعوا المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله وكنتمنى واحد الفوز ان شاء الله. وهذه اللبسه اللي شتي قلت لي كيفاش درتي هذه اللبسه؟ هذه اللبسه درناها باش نبينوا للناس الشعار ديال اللي دارت الدوله ديال قطر. وهذا الشعار راه عنده بزاف ديال الدلالات وان شاء الله. وهذه هذه اللبسه هذه غنحتفلوا بها ان شاء الله اليوم باذن الله. قلت لهم في كينشاسا قلت لهم 3 ان شاء الله 3-1 3-0 ان شاء الله باذن الله. والحمد لله بخير وعلى خير. الحمد لله ملي جينا التعادل الحمد لله. ولكن كون جينا رابحين تما راه ما غنرجعوش. تويره الملك تاورا الملك راه المحب ديالنا. وهذا الرئيس ديال قطر الرئيس ديال قطر هو تبارك الله هو اللي غيدير واحد كاس العالم مثالي تبارك الله ان شاء الله. شي 4-0 باش 3-0 وبعدا نتكاليفيو وصافي. شحال هذا قطعت ملي حل الكيشي ما حرقيش خديت تيكي سكور ان شاء الله شي 3 ولا 4-0 كما قلت لك.